نور الدين أهرا، رئيس قسم التربية والعلاقة مع الأوساط المهنية والمجتمع المدني. في إطار المجهودات اللي كتقوم بها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير من أجل التوعية والتحسيس إزاء مصادر الخطورة داخل المجال الطرقي، تنظم اللجنة عملية تقوم على تجهيز مجموعة من العربات التي تستعمل الفضاء الطرقي بتجهيزات تمكنها من أن تكون مرئية خلال الليل. يتعلق الأمر بتجهيز شاحنات نقل البضائع، تجهيز العربات الفلاحية، وتجهيز الدراجات ثلاثية العجلات. أهمية هذه العملية تكمن في أنه عدم رؤية هذه العربات ليلاً بحكم عدم توفرها على وسائل الإنارة اللازمة تجعلها تتورط في حوادث سير خطيرة تزيد من الحصيلة العامة للحوادث السير والضحايا على المجال الطرقي. إذن هاد التجهيزات هادو تمكن العربات من أن تكون مرئية، وبالتالي تقليل من احتمال تورطها في حوادث سير. فالدراسات عبر العالم أثبتت أن الشاحنات التي تكون مجهزة بهذه التجهيزات يتراجع معدل تعرضها أو تورطها في حوادث سير بنسبة 50%. كما أن هذه التجهيزات تمكن من الانتباه للعربات والشاحنات بصفة عامة على مسافة 500 متر، وهو ما يعطي فرصة كافية للمستعملي الطريق الآخرين للانتباه إليها وتفاديها. هي عملية وطنية يتم إعطاء انطلاقتها ستهم جميع الجهات. حاليا نحن بصدد إعطاء انطلاقة العملية على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، وهذه العملية هذه تهم بالأساس أماكن تواجد الشاحنات سواء على مستوى الموانئ أو المجمعات اللوجستية أو الأسواق الأسبوعية اللي كتعرف واحد الكثافة في وتيرة تواجد هذه الشاحنات، مما سيمكن من تجهيز أكبر عدد منها. والهدف الثاني وهو تحسيس مستعملي هذه الشاحنات إلى أهمية هذه التجهيزات من أجل اقتنائها وتعميم تجهيز جميع الشاحنات على المستوى الوطني.